يا رب الله يعاون. يلا شكرا يا برضه، الله يبارك. عمرها مقبولة، سهل الله لي في بس راسك. متى تشوف اخوتي العزاز؟ الله يعاونك امي. ما تسخاش بك. دابا قربنا ندخلو لتركيا اخوتي العزاز، كما تشوفوا فوق البحر كما تشوفوا اخوتي. وصلنا الى باريس. باري مخرج ديك المحامي الفاشل ديال المغرب اللي تيقول بانه مذكره بحث في حق الزروالي. صحيح انا تشديت في المطار، وها شنو الاجراءات اللي داروا معايا اخوتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان. تحيه لاخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، واللي شاف هذا الفيديو يعطينا لي لايك ديالو. الناس اللي كانوا مخلوعين عليا يوسف زروالي بعد ما خرج ديك المحامي الفاشل ديال المغرب اللي تيقول بانه مذكره بحث في حق الزروالي. صحيح انا تشديت في المطار، وها شنو الاجراءات اللي داروا معايا اخوتي العزاز. وهذا الشيء حشومه وعيب، لانه مغربي تيحارب مغربي. ولكن اخوتي العزاز انا اليوم غادي نعترف بهذاك المحامي اللي مصداقيه وفي جميع الملفات ديالو اللي تيربحوهم، وما شاء الله عليه جميع الملفات ديالو كلهم ناجح فيهم، وعنده سمعه كبيره كبيره في العالم. ولكن اخوتي العزاز رغم هكاك شوف الاخلاق ديالو، وجوده لي التنازل باش نخرج من عند البوليس ديال فرنسا. تفرجوا حتى الاخير. كما تشوفوا المتابعين دابا يوم الوداع، الباليزات ديالنا وما سخيناش، ولكن ديال الحياه قرعي ديال زمزم. تشوفوا هلقا السكان، ايوا هذه هي الحياة. ركبنا في الطاكسي وغادي لجدة، المطار عندنا في جدة ان شاء الله، الوليدة ديالي عندها في المغرب، وانا الى باريس. غادي ننزل اخوتي انا في تركيا، من تركيا عاد باريس. كراهي شتوها جات، شوفوا الجبال ما شاء الله. ودابا وصلنا المطار ديال العزاز، غندخلو باش نسجلو راسنا. صراحة الله متى تكون غادي تتساق الى مكة. وصلت الوالدة الخطوة الملكة المغربية. يا الله الله يعاونك. يا الله شكرا، الله يبارك. عمرها مقبولة، سهل الله لي في راسك. كما تشوفوا اخوتي العزاز الله يعاونك امي. ما تسخاش بك. ايوا ضروا عاوتاني ان شاء الله. سالوا لك الله يسترك. شكرا للبنيتات، والله يسمح لنا من الوالدين. الله يسترك، الله يعاونك. الله يسمح لنا من الوالدين. الله يسهل عليك. امين. هاد الله عندهم مطار زوين ما شاء الله، حقيقة زكان، وعندهم واحد التعامل زوين. كل دابا بلاصة ديتي تلقى البنات تيرشدوك فين تمشي وكل شيء، فهمتوا؟ ما اماكن فين زعما فين تمشي، فين عندك الطياره تيسانت. هذا دابا حتى في هذه البلاصه هذوك البنات شتيو. ها شي عاوتاني السي تلقى هنايا الناس اللي تيرشدوك. انا بلاصتي سامح لي، انا واقيلا عندي البي شتو، تلقى عاوتاني اللي تستقبلكم هنايا عليا. ونسيت الفيستا وانا بصوت ما انا في السعوديه، انتم عارفين باريس فيها البرد، وكاع الباكاج دفعته. غادي نمشي حتى نجري عند المولود عاوتاني. شوفوا الكاش ديال مطار السعوديه وليبيا ديالي، باكاج حتى معاك كلشي، باسبور معانا. وهو هادي العزاز مشاو الطياره، شوفوا الطياره اللي عطيونا ودنا علينا الطهور. عندنا الحق نصلاو في الطياره، ولكن الوقت نصلاو حتى نجي لهنايا شرف. القطار شوف داكشي عندهم مجهد ما شاء الله، تيجي وتوصلك حتى حدا الطيارة. تمشي تحت الأرض، طلعنا في الطيارة خوتي العزاز، كلشي راجع للحق. جيت في حدا الدجاج حدا الباب. التعب عصا
وصلت الفجر في مكة وصلت للوطيل وصلنا شوية مع الطليل خرجنا الساعة هنايا نعس واحد الساعتين دابا غادي نستغل الفرصة نعس طيران ما شاء الله نتمنى تكونوا طايرين معايا وجاي من مكة وداك الشيء الله يحفظكم. ندخلوا لتركيا خوتي العزاز تشوفوا فوق البحر صباح الله الطيارة لاصقة هدانا في اسطنبول خوتي العزاز الفطور ديالنا عطاولنا باقي لنا شي 4 دقائق باش يأذن هنايا في اسطنبول بي 12 بي هو احنا غادي نمشيو بها لباريس ان شاء الله نشطو طيارة اخرى كما تشوفو عندنا مع 8:30 وغادي نوصلو مع 10 وشي حاجة اخوتي العزاز دابا شدينا الطيارة الثانية اسطنبول باريس بالراحة ودرت هاد الفيلم تفرج بيه ان شاء الله نوصلوا على خير. كما تشوفوا اخوتي وصلنا الى باريس باري اخوتي العزاز عييت بزاف من 9 الصباح دابا دير 10:30 الليل كما تشوفوا ها انتم طبعت في المطار اليوم 24 في شهر 3 اوكي يضرب بزاف ما تيدير والو واللي نصاب وشفار راه باينين واللي مات له الحوت وبغى باش يخلص المكتب ديالو ويزيد ما يخلصش على دار الزروال حيت الزروالي شنضيط وما تيكذبش على المتابعين وما تيستحمرش المتابعين وديما الله الوطن الملك وعاش المغرب وعاش السلطات فرنسا وتراقبوا المفاجاه. الحمد لله الرساله ديالي الى النيابه العامه المحترمه ديال مكناس لما كنت نقول لهم بانه الناس راه متحدين كلشي بان باش واحد يجي من المغرب واحد من ميريكان وحده من الطاليان وواحد من بلجيكا ويتجمعوا عليك الا انت كاين السي الزروالي وهذا ما تزيدني الا قوه على قوه وديما شعارنا الخالد الله والوطن والملك. اذا كانت هذه الكلمه تضركم فزيد عليها الصحراء المغربيه ان ريت الله الارض ومن عليها ولا كانت الهضره تضركم فاحسن قضاء واحسن بوليس في العالم هو المغرب ولا كانت الهضرة تضركم نموتو حنا ويعيش الملك اوكي. قلتي يا سي المحامي بانه فلان تحفة يدافع الوحدة الترابية وتيديرو فعل بغيت نعرف واش ما حشمتيش فان لم تستحي فافعل ما تشاء. شكرا للمغاربة اللي تضامنوا مع يوسف زروالي وباش تعرف الشهر الغفران انسان اللي خصو يمشي يتقى الله ويعبد الله ويكون مع الله سبحانه وتعالى انه تابع واحد قد ولده والحمد لله للسلطات المغربيه كلشي يعرف بانني انا مستهدف وخير دليل تابعيني. بغيت نعرف السي المحامي اللي تتفشل في جميع الملفات ديالك ولا ملف نجحتي فيه وتحداك امام الشعب المغربي انك انت او اللي معاك قنوات اللي معاك تيقولوا بانه انت خدام مع المخابرات المغربيه او مع الامن فهذه اهانه الى المخابرات المغربيه ما يقدروش يعتمدوا على واحد غبي. المخابرات المغربيه اللي بغاو يعتمدوا على شي واحد يعتمدوا على شي واحد عنده صبعه زوينه وعنده ليماج زوينين لان المخابرات المغربيه ماشي حقاره ما تظلموش الناس وما عمرهم يعتمدوا على واحد الراحه ديالو هو تيدمر عائلات وتيدي الناس الى الحبس. رساله لتحفه فنصيحه ديالي انا اليوتيوب صعيب عليك بزاف فنصيحه ديالي انه سير رجع للعمل ديالك سائق الطاكسي في امريكا هذاك هو العمل ديالك وحنا في رمضان ما بغيتش نزيد معك شي هضره واحده اخرى. فالحمد لله والشكر لله بعد ما تعطات عليا فلوس كثيره من زان زان مولات الشكاره
ادخالي الى الحبس في المغرب معيت مع الطير وما درت والو. شكرا لكل المغاربه اللي تضامنوا معايا يوسف الزروالي، والناس مساكن اللي تيقولوا لهم احنا ندوب الزروالي للحبس وهذا، هادو ماشي مغاربه، لانهم مغاربه في الجاليه المغربيه الشعب متحد وقلبهم حنين وما تيبغيوش الحقره ما تيبغيوش الظلم. هاد الناس انا تمثل واحد الجمعيه كبيره وتيحاربوا حتى الجمعيه، علاش دير وقفات؟ علاش تدافع على الوحده الترابيه؟ علاش دير؟ فهذا اقتراح ديالي انا، وانا حر في الاختيار ديالي ومقتنع به بانه بلادي والملك ديالي خط احمر. شكرا لكم. والناس اللي تيقولوا بانه يوسف الزروالي عليه مذكره بحث في المغرب في 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 المغرب او في فرنسا، فقل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بالنسبه للشيء اللي هضر عليه الفاشل المحامي الفاشل ديال المغرب اللي قالك ان التجاره في البشر، كانوا باغيو يوجدوا ليا شي بنات، وانا قلت لكم هذه 3 شهور هو تيقلب، واللحظه اللي دار الله ديك المشكل في المغرب وجيت لفرنسا تهرست لهم هذيك الخطه وضيعوا فيها فلوس صحيحه، وهذاك الشكايه اللي درتي بها ان شاء الله باش تهود الحبس بالاذاعات الكاذبه وتتحفر للمواطنين المغاربه. لانه ملي تدير واحد الشكايه وتتكون ما عندكش دلائل عليها او اذاعات كاذبه او تصير حسابات تتولي تتقلب عليك. وهذه رساله الى سيد وكيل عام مدينه طنجه، انا ليس عنواني في طنجه ولا عنواني في المغرب، انا عنواني الان في فرنسا، مواطن مغربي مقيم في فرنسا ومقيم في المغرب بلادي، وتنفتخر بالقضاء المغربي، واي حاجه قالوا قضاء تنفتخر بها. تنوصلوا رساله ديالنا الى المسؤولين الشرفاء بعد ما فضحت لكم التحفه اللي كانت يضرب فيكم يوميا ويضرب في النساء الامن ونساء العسكر ونساء الدرك ونساء القضاء المغربي النازح، وكان داري يدو مع اعداء الوطن بجميع التسجيلات اللي حطوا خائنين الوطن عليه. الحمد لله لنا دور اخر اللي فاضح المسمى هشام جراندو، لانه المؤسسات ديالنا غادي في واحد التقدم، خصنا نساعدوهم احنا كمواقع اجتماعيه. وتنقول لكم اقسم بالله العظيم انه هاد الناس اللي جاوا لفرنسا والله ما تزعزعوا فيا زغبه في شعري. وغادي تشوفوا شكون اللي دار له اغلاق الحدود، والشكايه ان شاء الله غادي نديرو مباشره اللي ضرب على الاستاذ ديالنا، هو نطالب اغلاق الحدود فرنسا كلنا، لا المحامي المغرب لا الاخر لا كلشي، ونبقاو حتى نتحاكمو. والعود اللي تحقرو هو اللي يخور لك عينيك. والنصيحه لاي واحد، حاول ما يطغاش تحت الله، حيت الا طغيتي تحت الله تجيبك الطاغي ديالك. وربي سبحانه وتعالى ملي يفضح شي واحد تيجيبو عند يوسف الزروالي. يلا فين هي مذكرة بحث في فرنسا؟ واش تقدروا تجاوبوني؟ السؤال ديالي للمحامي ديال المغرب، واش تقدر تجاوبني هذا السؤال؟ واش تقدر تعطيني الرأي ديالك في هشام جراندو؟ انت تحفة قلتي تدافع على القضاء المغربي، مزيان، انا دائما تنتقد هشام جراندو، واش تقدر تعطينا الرأي ديالك فيه؟ لأنه انت تحفة صديق ديالو، وانت مشيتي عندو لكندا وعطاك الكسيمات، وانت اللي تتوصل له المعلومات. وديما شعارنا الخالد الله نعطى الملك، تحية للجالية المغربية. وهذاك اللي قالك انو الجالية المغربية تيكرهوني، كون كانو الجالية المغربية تيكرهوني كاع ما ندير اكبر وقفة في تاريخ اوروبا. اوكي، انا فعلا هذيك البلاصة اللي مشيتي انت فيها مونت لا جولي تحفة تيكرهوني، مكذبش على الله، لانو هادوك الناس كاين واحد الناس تمايا، واحد الناس من جهات البوليزاريو تنختلفوا معاهم، هما تيقولك الصحراء ماشي مغربيه وحنا تنقولوا الصحراء مغربيه ديال جدودنا، هذا هو الاختلاف اللي عندهم. الا درتي انت يديك في يديهم فهاديك شي شغلك هذاك، الناس راه كلشي عارف انت خائن الوطن. والا كان الزروالي ضرك وطيح لك السمعه ديالك في المواقع الاجتماعيه، هذاك الشيء حيت عارفك ما عندكش مبادئ، راكو كان عندك مبادئ واخا يتجمعوا لك مليون قناه والله ما يطيحوك. اذا نشوف هاد الحروبات اللي تعيش يوسف الزروالي وما عمرو قال اي، هنا تدل على الزروالي عنده مبدا ما ينزلش عليه، هو الله الوطن الملك ولا للظلم. والله يعاونكم.